وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة كان أشار إلى أنه هيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للأطفال اللي من سن 15 سنة ل 18 سنة عشان يتلقوا اللقاح. والنهاردة كان في بعض التصريحات في هذا الإطار أنه خلاص يعني في بند كده بيبقى هيبقى موجود على الموقع أو موجود على الموقع بالفعل الخاص بالتسجيل للقاحات اللي هو خاص بهذه الفئة العمرية. والخطوة دي طبعا كان وافق عليها مجلس الوزراء امبارح، وبالفعل متوفر لقاح فايزر لهذه الفئات العمرية. والفئة العمرية دي احنا بنتكلم على 15 18 سنة، عشان بعض الناس بتقول اه يعني ده لطلاب الثانوية العامة هم ابطأ يعني هم في الفئة العمرية دي، انما هذه الفئة العمرية شاملة مش بس طلبة الثانوية العامة. واحد المصادر في وزارة الصحة قال انه بالفعل تم اضافة خانة جديدة على موقع التسجيل للحصول على اللقاحات لهذه الفئة العمرية. في بعض الناس بقى اللي بتقول انه 15 ل 18، طب يا جماعة الموقف ايه؟ خلينا ناخد حضراتكم في جولة سريعة كده من ناحية الموقف ايه. موقع منظمة الصحة العالمية بيتكلم على انه التطعيم لهذه الفئة العمرية آمن، خصوصا لقاح فايزر آمن وفعال. ده موقع ايه؟ منظمة الصحة العالمية. اورد فيه هتلاقوا حضراتكم موقع السي دي سي بيتكلم على هذه الفئة العمرية. الولايات المتحدة الأمريكية بتطعم الفئة العمرية دي؟ لا، هي اشتغلت عليهم من فترة. الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة اللي فات مؤسساتها الصحية منهم السي دي سي والاف دي اي أجازوا استخدام اللقاح لقاح فايزر للأطفال اللي بتتراوح أعمارهم من كام؟ من 5 سنين ل 11 سنة، مش 15 ل 18، عشان بس برضه إيه محدش يبقى قلقان. وهيبدأ المفروض التطعيم الأسبوع اللي جاي. هما بس لا، تعالوا نبص كده في محيطنا هتلاقوا المملكة العربية السعودية، هتلاقوا دولة الإمارات العربية الشقيقة بدأوا بالفعل أيضا أجازوا اعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 الى 11 سنة. في برضو على موقع رويترز عاملين قائمة كده للبلاد اللي بتطعم الفئات العمرية اللي هي الاطفال. هتلاقوا بقى القائمة دي طويلة عريضة. في الدنمارك بيطعموا من 12 ل 15 سنة، في فرنسا بيطعموا بداية من 12 سنة، في ألمانيا بيطعموا من 12 ل 17 سنة، النمسا من 12 ل 15 سنة، والقائمة طويلة عريضة لهذه الفئات العمرية اللي بتتراوح من 5 سنين إلى 11 سنة. حضراتكم طبعا طالعين، إنما يمكن الشكل الأكبر على مستوى أوروبا الفئة العمرية من 12 ل 15 سنة هو ده اللي بيتكلموا عنها بشكل يعني محدد في هذا التقرير على موقع رويترز. فده شكل العالم، عشان بس محدش يبقى متخوف من فايزر وولادنا و15 ل 18 سنه. طب ليه العالم بدا يتجه لتطعيم هذه الفئه العمريه حتى بالرغم من انه منظمه الصحه العالميه قالت يا جماعه قبل الاطفال خلينا نطعم الفئات اللي ما وصلهاش، اصل هي الاكثر عرضه وفي خطوره اكبر عليهم في المناطق اللي ما حصلوش على اللقاحات. انما كل الدول اللي عايزه الحياه الدراسيه تستمر عازمة على تطعيم الفئات العمرية الصغرى عشان تحصينا ليهم وتحصينا لأسرهم، عشان ما يكونوش هم الكوبري اللي من خلاله كورونا تنتقل إلى الآخرين. فده بالنسبة لهذا الأمر.